بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الفيديوهات الخاصة بالكورس في جزء البلانات أو الرسومات الإنشائية والمعمارية. نهينا الفيديو اللي فات عند الكلمة بتاعت سكيلتون تايب، وقلت لك إن أنا في تانية مدني يخصني بس السوليد سلابس، اللي هي إن البلاطات في الآخر بترمي على كمرات، وبعد كده عمدان، وبعد كده فوتينج، وبعد كده سويل. وقلت لك ان بعد كده في ثالثه مدني فكره ان البلاطه لازم ترمي على كمره هتتلاشى شويه، وهتاخد حاجه اسمها الفلات سلاب وانواع تانية من البلاطات مش قضيتنا يعني دلوقتي ان احنا نقول. نخش بعد كده في الفروقات بين البلانات الانشائيه والمعماريه. اول فرق واهم فرق شخصيا انا بشوفه ان هو مهم قوي، انا لو عندي غرفة بالمنظر ده كده ازاي ارسم لها بلان انشائي وبلان معماري. كلمة بلان اولا بس عشان الناس تبقى فاهمة، بلان يعني انا ببص للحاجة من فوق وبرسم لها حاجة اسمها مسقط افقي، ببص للحاجة من فوق وبرسم لها حاجة اسمها مسقط افقي، خلاص؟ يعني لما ببص من فوق برسم ايه؟ مسقط افقي. طيب كويس، طبعا من فوق او من تحت، المهم بص على الحاجة كبلان مش كاليفيجن ولا كسايد فيو، مش قضيتنا دلوقتي. طيب اهم فرق ايه بقى بين البلانات الانشائية والمعمارية؟ بقول لك اول حاجة انا بعملها، انا بقطع في منسوب نص الدور. بقطع في منسوب نص الدور يعني ايه منسوب؟ يعني ليفل. يعني ايه ليفل برضه؟ يعني ارتفاع. يعني ارتفاع يعني مثلا بتاع ده لو 3 متر، ارتفاع الاوضة دي 3 متر، هاجي في نصها عند متر ونص كده واقطع. طيب قطعت ما وبعدين؟ يا اما ابص فوق يا اما ابص تحت، يا اما ابص فوق يا اما ابص ايه؟ لتحت. لو بصيت لتحت يا باشمهندس يبقى انا كده بعمل ايه؟ برسم بلان معماري. واوضح فيه بقى؟ بوضح فيه اعمده وحوائط غير انشائيه وابواب وشبابيك وكل الاساس اللي ايه؟ اللازم. زي ما قلت، مش انا في اول حاجه قلتها خالص، قلت لك انا بشرح وبقول لك ان الاركتكشرال اليمنتس اللي هي زي الحوائط اللي هي غير انشائيه والعمدان والايه والابواب والشبابيك والفرنتشر وهكذا، صح؟ طيب فانا بقول لك انا هقطع وارسم وانظر لاسفل اللي هو ابص لتحت يعني كده، وارسم بلان معماري اوضح فيه اللي انا قلت لك عليه ده. طيب لو قطعت نفس القطعه وبصيت لفوق يبقى انا كده هرسم ايه بقى؟ هرسم بلان انشائي. انشائي بقى بوضح فيه ايه؟ بوضح فيه كل عنصر بيشيل احمال. شفت الكلمة؟ بوضح فيه كل عنصر بيشيل أحمال، زي إيه؟ عمدان، كمرات، بلاطات، لا الأسقف يعني، سلالم مثلاً، وأي عنصر إنشائي آخر أنا شايف إن هو بيشيل حمل. فبرسمه معايا في البلانات الإيه؟ الإنشائية. يبقى أهم فرق لازم تكون حاطه في دماغك، بقطع في منسوب نصف الدور، أبص لتحت فأرسم معماري، أبص لفوق فأرسم إنشائي. فعشان كده يعني من الحاجة الطريفة قوي اللي بتتقال، طبعا هزار يعني مش اكتر، ان دايما الانشائي راسه مرفوع لفوق، فيعني هو لانه بيرسم طبعا ايه بيقطع وبينظر لاعلى، فهو دايما راسه ايه مرفوع لفوق. يعني الكلام ده هزار يعني مش ايه، ما تاخدوش على موضوع ان هو جد يعني. طيب نرجع لرجوعنا تاني كده سريعا. طيب انت دلوقتي هنبدأ بالبلان المعماري. البلان المعماري يا باشمهندس قلنا هنوضح فيه ايه؟ كل حاجه عندك غير انشائيه. كل حاجه عندك ايه؟ غير انشائيه. كويس. فهو عندك هو بلان معماري. ايه اللي واضح فيه قدامك بقى؟ ركز معايا بقى. ركز معايا لان دلوقتي كده من دلوقتي لغايه اخر حاجه هشرحها في التوبيك بتاع الاركتكشر والاستراكشر دروينج هتحتاج ترسمها في اللوح بتاعتك اللي هي كانت اول شيت عندك. فركز معايا لان الكلام ده انت هتطبقه بايدك. اول حاجه بتعمل سكيل للوحه وده احنا شرحناه. تاني حاجه هيطلب منك عايز ارسم بلان معماري، تروح ترسم لي بقى الحاجات اللي انا هوضحها لك دلوقتي دي. اول حاجه بترسمها السنتر لاين، ادي السنتر لاين بتاعك اللي هو اللون الازرق ده، وتلاقيه خط طويل وخط قصير، خط طويل خط قصير، هو ده انديكيشن السنتر لاين. ودائما وابدا بترسم فين؟ في نص الحيطه. يعني ايه في نص الحيطه؟ ترسم السنتر لاين وبعدين توقع الحيطه حواليه، توقع الحيطه، ما دي حيطه، دي كده ايه؟ حيطه.
ورجعت تاني كده للمنظر ده، فاكر لما قلت لك دي كده حيطه؟ الحيطه دايما بنرسمها بسمكها. بايه؟ بسمكها. خد بال، يعني نرسم خطين، خطين للحيطه ماشي، اهم بيبقوا فين؟ بيبقوا في نصهم سنتر لاين، وبعد كده اتوقع نص الحيطه من هنا ونص الحيطه من هنا ماشي. رسمت الحيطان كلها كويس جدا، طبعا خطوط خفيفه عشان بعد كده هتحتاج تمسح ماشي. ايه كمان؟ بعد كده بتوضح الباب، اماكن الابواب، يعني اماكن دخول الغرف، في غرفه مثلا هنط لها ازاي ولا اخش لها ازاي؟ اكيد هخش لها من الباب يعني. طيب كويس، فهفتح فتحه كده على قد ايه عرض الباب، طبعا حسب انت هتعمل عرض الباب قد ايه، وهتعمل شكل الايه الباب ده، شكل الباب ده. خد بالك بقى شكل الباب ده بيتعمل ازاي، اهو شكل الباب ده ايه بيتعمل كده. هتلاقي دايما ايه ضرفة باب ومسار باب دايما كده، هو ده مكونات الباب اللي في البلان، ضرفة الباب وايه ومسار الباب. طبعا في الايه في الاليفيجن هتلاقي المنظر ده كده، ادي حيطه وادي حيطه وادي الباب اهو، فده كده ايه الضرفه بتاعت الباب اللي هو بسمكها اهي، وبعد كده مسار الباب اللي هو الباب هيقفل في الحته دي، فعشان كده بنعمله بالكيرف ده. ليه بقى؟ ليه بنعمل مسار الباب؟ مالوش لازمه يا باشمهندس يعني؟ لا انا بقول لك ليه لازمه شويه في البلان المعماري، عشان انا ليه؟ لما اجي احط الفورنيتشر بتاعي ما احطش مثلا هنا حته كرسي مثلا، احط كرسي هنا في مسار الباب يعني ازاي يعني؟ طبعا ده غير مطلوب معماري. طيب عادة بيكون ارتفاع الباب مترين 20، عادة مترين 20، وعرضه يا اما ايه؟ يا اما 90 يا اما 80 يا اما 70 سنتي، حسب بقى هو باب شقة ولا غرفة نوم ولا حمامات ومطبخ. طبعا الكلام ده يعني المتعارف عليه معماريا، فانا ايه بقوله لك عشان انت تحاول تمشي عليه في الرسومات المعمارية بتاعتك اللي انت ترسمها ايه في الشيت. نرجع لمرجوعنا كده تاني، يبقى ده اول اليمنت هيقابلك اللي هو الايه لو عايز ترسم الباب ترسمه ازاي. طيب جميل، بعد كده لو عايز ترسم السلم، ادي السلم كان في الاليفيجن، لو تاخد بالك السلم مرسوم كده، فانا هبص له من فوق، هبص له من فوق اهو، ادي شكل السلم. لو جيت ابص له من فوق ايه مكونات السلم يا باشمهندس؟ افتكر معايا، ده كده بطن السلم، وبعد كده دي الدرجات، ادي الدرجات اللي انت بتمشي عليها. ايه بقى الكلام ده؟ ايه الخطين دول؟ الخطين دول بتوع التشطيب، ده بقى رخام او موزايك او اي تشطيب ايا يكن يعني. التشطيب ده ايه؟ هيبقى تحتيه خط خرسانه، يبقى الخط ده كده خرسانه اللي هو الخط ده، انما السمك ده اللي هو سمك التشطيب. طيب انت لما تيجي تبص فوق، بتبص كده من فوق يبان لك كام خط؟ ادي واحد او النقطه دي خالص، ده سوليد. طب النقطة اللي تحتها ما خلاص ما باينة ايه؟ مع اللي فوقيها، فهي سوليد. طيب النقطة دي هتبان ازاي؟ سوليد ولا دوتد؟ ها؟ دوتد طبعا. هل انت شايفها؟ انت شايفها من فوق ولا مش شايفها؟ مش شايفها طبعا، فهتبان لك ايه؟ تبان لك دوتد. عرفت بقى ليه لما برسم في البلان برسم خط سوليد وخط دوتد؟ ليه؟ لأن خط السوليد بيعبر عن التشطيب اللي هو ايه؟ آخر نقطة خالص أو حرف السلم، إنما الخط بتاع اللي هو خط الدوت ده اللي هو خط الخرسانه. كويس، يبقى عرفت ازاي ترسم السلم في البلان. طيب خلينا نوضح بقى سريعا مكونات البلان عباره عن ايه. بقول لك ان دايما السلم حاجه اسمها قايمه وفي حاجه اسمها نايمه، رايز وجوينج. كويس، رايز وجوينج اللي هو انت هنا دلوقتي اهو، انت هنا كده وحابب تطلع، فبتطلع ارتفاع السلمه اللي هي الرايز، ورجلك بتبقى محطوطه على ايه؟ على الايه؟ على النايمه دي اللي هي الجوينج. طبعا دي ابعاد نقدر نقول عليها ان هي ريكومندد، ابعاد ريكومندد، انت يعني يفضل كده تعملها وما تزودش عنها. ليه؟ طيب نقول ليه؟ فرضا كده انا بقول لك ان الرايز بتاعتك اللي هي القايمه من 15 ل 18 سم، فرضا ان هي 50 سم، ايه رايك لو القايمه دي 50 سم؟ تيجي طالع السلمه بتحس ان انت طالع جبل مش طالع سلمه، فطبعا ده مش مطلوب. طيب فرضا ان هي مش 15 بقى، فرضا ان هي 8 سم، 8 سم تحس انها صغيره جدا، تحس ان انت بتتكعبل، انت نفسك هتتكعبل، فاهم؟ فيفضل ان هي تكون من 15 ل 18 سم،
خليك في الرينج ده وحاول ان انت ما تخرجش عنه. طيب نفس الكلام للجوينج اللي هي النايم، النايمه من 26 ل 30. طب هي لو زادت وبقت 60 سنتي ايه ده؟ هبقى انا موجود على نفس القايمه، سوري على نفس النايمه، وعشان انزل النايمه اللي تحتيها همشي حتت كتير قوي في نفس النايمه، فاهم؟ يعني انا هبقى هنا رجلي محطوطه في 60 سنتي عشان انزل على النايمه اللي تحتها، مجهود طبعا ووقت، يعني انا هعمل خطوتين على الاقل عشان انزل النايمه اللي تحتها، فطبعا غير مفضل. طب هي لو كانت مثلا 10 سنتي، ايه رايك لو كانت 10 سنتي؟ 10 سنتي، طب انا هحط رجلي فين؟ هحط رجلي فين؟ انا ممكن احط رجلي على طرف السلمه واقع، يعني 10 سنتي قليله جدا. فعشان كده بقول لك الرينج بتاع القايمه والنايمه دول ايه الحاجات اللي لقيناهم ان هم مناسبين قوي للناس. طيب جميل، يبقى احنا عرفنا ازاي نرسم بلان في المعماري، ازاي نرسم سلم في المعماري، ازاي نرسم باب، وبعد كده نرسم بعد كده عرفنا كمان نرسم ازاي حوائط، بعد كده اماكن العمدان. خد بالك اماكن العمدان انت اللي بتحطها، ما بتبقاش جايلك مع المعماري، يعني انت في الشيت بتاعك عندك هنا في كليه ما بيجيلكش اماكن العمدان، انت اللي ايه بتقترحها لنفسك وترسمها. قدام شويه هقول لك انا ازاي تقترح لنفسك اماكن العمدان. خلينا بس نعرف دلوقتي ان انا هرسم سنتر لاين، وارسم حوائط، وارسم ابواب، وارسم السلالم. طبعا الكلام ده ايه معماريا، ها برضو اماكن الشبابيك. خد بالك ادي الشباك بيترسم كده في البلان ازاي بقى، ادي حيطه وبعد كده ادي حيطه، وبعد كده بكمل الحيطه خط خفيف، شوف بكمل الحيطه خط ايه خفيف، وبعدين السمك بتاع الشباك نفسه برسمه ايه، برسمه خطين سوليد. شفت الخطين السوليد دول؟ مو خط تقيل اهم، دول كده ايه عرض الشباك او سمك الايه الشباك. دائما دي جلسه الشباك، دي اللي انت ايه، دي جلسه الشباك اللي انت بتحط ايدك عليها مثلا، بتبقى يعني برضو ريكومندد بالنسبه لك من 90 لمتر ارتفاع من الارض جلسه الشباك. يبقى كده ايه خلاص عرفنا ازاي برضو بنرسم الشباك في البلان المعماري. طيب سريعا كده بقول لك الحوائط عندك هما رقمين دايما بيظهروا معاك في الحوائط، يا اما يكون عرض الحيطه 25 سنتي، يا اما يكون عرضها كام؟ 12 سنتي. طيب ايه الايه، امتى احط عرض الحيطه 12 وامتى احطها 25؟ بقول لك دايما ان 25 سنتي هي في الحوائط الخارجيه الاكسترنال وولز. ليه بقى؟ عشان يعزل حراره، يعزل صوت، فتلاقي سمك كبير قوي معمول بالطوبه، يعني حط الطوبه بسمكها او بعرضها اللي هو الكبير ب 25 عشان نعزل حراره ونعزل صوت عن العالم الخارجي عن المبنى يعني. طيب الانترنال وول، انا بقول لك ان الانترنال وول انا حاططها بس لمجرد ان انا افصل مساحات، مجرد قواطيع يعني، فمش ضروري خالص ان انا اكل عرض كبير من الايه من المبنى او من المساحه اللي عندي بعرض ال 25 سم، يعني غير منطقي. فانا بعملها بال 12 سم كمان عشان استغل عدد طوب اقل في بنى الحيطه بتاعتي، ماشي. طيب اخر حاجه عايز اوضحها لك هي الدايمنشنز، ودي مهمه جدا جدا في كل البلانات، لازم احط دايمنشنز، مهمه جدا عندي سواء معماري سواء انشائي لازم احط دايمنشنز. غالبا بقى الدايمنشنز اللي عندي بتبقى ايه، غالبا الدايمنشنز بتبقى اول حاجه، اول خط واخر خط، يعني اول خط واخر خط في البلان ده بنعمل له دايمنشن. بعد كده بنعمل كمان دايمنشن بين السنتر لاينز، يعني لو عندي سنتر لاين خط اهو وعندي سنتر لاين مثلا تاني هنا وسنتر لاين كمان تاني، بنعمل دايمنشنز بينهم، ماشي تمام. ساعات كمان بنعمل دايمنشن للاليمنت، يعني مثلا انا عندي اهو الحيطه دي مقسومه الحيطه هنا وبعدين طالع منها حيطه تاني، فانا عشان لما اجي انفذ ابقى عارف الحيطه دي انا هنسبها للعمود ازاي مثلا، فايه هي مسافه من السنتر لاين بتاع الحيطه دي لايه السنتر لاين بتاع الحيطه دي، اهي مسافه معينه وهكذا. كمان في حاجه برده عايز اوضحها، هي اسمها منسوب الارضيه، منسوب الايه الارضيه. فبقول لك منسوب هنا مثلا بوزيتيف بوينت ايه 4 5،
يعني 45 سنتي. 45 سنتي دي ليه انا مثلا 45 سنتي عملتها ليه؟ خد بالك ان السلم هنا معمول 3 درجات 1 2 3. انا بقول لك ان انا مثلا هاخد الرايز 15 سنتي مثلا، خدت اول الرينج 15 سنتي وده مفضل يعني ماشي، يبقى 15 ودي كانت 15 ودي 15 وهنا طالع من منسوب الصفر، منسوب الايه؟ الارض الخارجيه اللي هي الشارع يعني، يبقى 0 زائد 15 زائد 15 زائد 15، يبقى هنا كده المنسوب ده اللي هو منسوب الدور 45 سنتي اللي هو 0.4 ايه 0.45. طبعا العلامه بتاعت الايه المثلث دي هي دي علامه المنسوب. حاجات بقى الانديكيشنز الصغيره دي بتفرقك عن مهندسين كتير، انت بتبقى عارف بقى يعني ايه الانديكيشن ده، يعني ده ايه، يعني ايه ده، يعني ايه ده، يعني ايه ده، ده بيفرقك عن مهندسين كتير، خد بالك. طيب خد بالك برضو الدايمنشن لما باجي اعملها بعمل خط كده يعبر لي ان الخط ده ايه، هو جاي من ايه، من اخر خط في البلان يعني، فاهم؟ لو عملت لو شلت الخط ده خالص كده هيبقى صعب بالنسبه لي اعرف الدايمنشن ده بيعبر عن ايه، خصوصا لو البلان كبير الدايمنشنز ايه بتبقى متداخله قوي مع بعضها. طيب ايه كمان عايز اوضح لك كمان، ان العمدان ايه بتظهر مهشره، اعمال الخرسانيه بتظهر ايه متهشره بالمنظر ده، ده تهشير خرسانه مسلحه خد بالك. طيب جميل، تاني حاجه لما باجي في حيطه اهي وفي حيطه تانيه هتقطعها بالايه، عموديه عليها كده هتقطعها، فبقول لك عند تقاطع حوائط تظهر بهذا الشكل. ايه الشكل ده؟ الحيطه اهي شايف كده، المفروض الحيطه دي مكمله بس لا احنا ايه هنشيل الجزء ده كده عشان نقول ان هي فعلا الحيطه دي متداخله مع الحيطه دي. بالمنظر ده برضو لو عندي حيطه كده في الكورنر اهي، همسح الخط اللي هو الافق ده والخط الراسي ده هشيله برضو وهيبقوا متداخلين مع بعض بالمنظر ده. فخد بالك لما نعمل حوائط متقاطعه مع بعض لازم نشيل الايه الفواصل الايه الخطوط الصغيره اللي بينهم دي نشيلها. ماشي كويس قوي. بعد كده عايز اقول لك بقى اوضح لك الايمتس المختلفه اللي انا كنت بقولها في الاول. انا في الاليفيجن مثلا هرسم لك، او خلينا في الاليفيجن اهو بتاع الايه الحيطه دي اللي هي كام المنظر ده، ادي اهو الحيطه دي كده مسكتها وهبص لها من هنا كده وهرسم لها اليفيجن فهتظهر بالمنظر ده. ده كده الايه الطوب اهو ماشي، وده كده الايه الشباك، ده طبعا ده جلسه الشباك اللي قلنا ترتفع 90 سم ايه من منسوب الارض. طيب كويس، ايه بقى الجزء الاحمر ده؟ الجزء الاحمر ده حاجه اسمها عتب. العتب ده بنعمله فوق الشباك وفوق الباب. ليه؟ بقول لك ان شايف الطوب ده، شايف شويه الطوب اللي فوق الشباك ده، شويه الطوب دول محملين على ايه؟ يعني ايه محملين على ايه؟ يعني انت شايف دلوقتي الطوب ده كله، كل الطوب ده محمل على بعضه لغايه ما يوصل للارض. شويه الطوب اللي هنا دول محملين على الارض. طب هنا شويه الطوب اللي فوق دول محملين على ايه؟ احنا قلنا الحبل منتقل راسيا، هينتقل ليه بقى؟ ما هو في فراغ اصلا الشباك، هتقول لي هيتحمل على الشباك؟ يا عم هكمل معاك ان هي هتحمل على الشباك. طب قبل ما اركب الشباك، هي مش الفتحه دي موجوده كده في الحيطه قبل ما اركب الشباك؟ طب ها الطوب ده هيتحط فين؟ يبقى لازم احط له عتب. لازم احط له عتب، ليه؟ عشان الطوب ده يحمل على العتب ده. طب ايه كمان؟ هو انا لو سبت الفراغ ده زي ما هو كده من غير عتب، هتلاقي الناس كده لما جربت لقيت ان عند الكورنر بتاع الفتحه هنا كده في تشريخ بيظهر في الحيطه عند الكورنر، فعشان كده حاطين الايه؟ العتب ده برضه. طيب كويس، خد بالك من كذا حاجه برضه، الشكل اللي انت شايفه ده اللي هو خطين، ده خطين خطين، ده تهشير الايه؟ الحوائط. انما يبقى خطوط جنب بعضها مايله على زاويه 45 كده، ده تهشير الخرسانه. يبقى الخطوط دي مايله برضه على 45 بس خطين خطين كده، تهشير حوائط، انما دي تهشير خرسانه. طيب الشكل ده ايه؟ ده الكاميرا. احنا قلنا بقى السقف اللي هو اللي فوق، طبعا احنا قاطعين خط ده خط قطع، يعني في سقف مكمل لجوه، ده سقف وبعدين محمل على الكاميرا دي، وبعدين الكاميرا دي تحتها ايه؟ تحتها حيطه. لو قطعت سيكشن كده بالمنظر ده هنا، ادي السقف وادي الكاميرا وادي الحيطه، وبعدين ايه؟ ده عتب اللي هو الجزء الاحمر ده، وبعد كده الشباك اللي هو الجزء ده كده، وبعد كده جلسه الشباك اللي هي ايه الجزء الافق كده، وبعد كده شويه الحيطه اللي هم من 90 لايه؟ لمتر و20، وساعات بنقول احسن ان هي 90 لمتر عشان
يكونوا تحت الايه، تحت جلسة الشباك. طبعا الناس بتحب تعلي منسوب جلسة الشباك شوية عشان اطفال، عشان اطفال بقى ما يشبوش من الشباك ويقعوا الكلام ده، فعلى بنحل بنحاول نعلي شوية الايه الجلسة بتاعت الشباك عن منسوب سطح الارض. ساعات بنعملها 1.20 وايه ومتر 30. تمام، ملحوظة صغيرة جدا بقول لك ان احنا ممكن نكبر عمق الكاميرا دي، يعني شوف الكاميرا دي كده، ممكن نشيل شوية الحيطة دول والعتبة دي نشيلها خالص ونخلي الكاميرا كلها واصلة كل ده. طبعا هو شوية ممكن يكون مش اقتصادي، بس ساعات ممكن نعملها في الواقع. المرة الجاية ان شاء الله طبعا كده خلصت اهم الملحوظات المهمة اللي هتخليك تعرف ترسم بلان معماري في الشيت بتاعك. المرة الجاية ان شاء الله بقى هنخش في البلان الايه الانشائي، نخش المرة الجاية في الايه في البلان الانشائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.